اول حاجه عندنا الدرس النهارده، عندنا درس جغرافيا اسمه ظواهر كونيه. الدرس اسمه ايه يا شباب؟ ظواهر. يعني ايه يا استاذ ظواهر كونيه؟ يعني المفترض في الدرس بتاعنا ده النهارده احنا هندرس الكون. هندرس ايه يا شباب؟ الكون بتاعنا. ايه الكون يا استاذ؟ قال لي خلي بالك يا استاذ في فرق ما بين الكون وفي فرق ما بين العالم. يعني ايه يا استاذ؟ قال لي الفرق ما بين العالم هو الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها. هي ايه يا شباب؟ الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها. طب الكون يا استاذ؟ قال لك لا، ده الكره الارضيه والكواكب والنجوم، كل الكون اللي احنا عايشين عليه. طيب حاجه تانية يا استاذ، اللي احنا هندرسه ده اسمه ايه يا استاذ؟ قال لي خلي بالك اللي احنا هندرسه ده اسمه الكون المرئي. اسمه ايه يا شباب؟ الكون المرئي. ايه الكون يعني ايه الكون المرئي ده؟ قال لك ده الكون اللي العلماء شافوه، ان البشر شافوه، اما في حاجات تانية البشر ما يقدروش يوصلوا ليها، ما يقدروش يشوفوها من بعدها عن كوكب الارض. تمام؟ يبقى احنا الترم ده هندرس ايه يا شباب؟ الكون وظواهر كونية وكل شيء موجود في الكون. كويس؟ بس كل شيء موجود مرئي. موجود ايه يا شباب؟ مرئي. في حاجات يا استاذ مش مرئية، يعني محدش شافها. في حاجات مش مرئية محدش شافها. كويس؟ طب يا استاذ اول حاجة عندنا، قال لي عندنا يا استاذ الكون بيتكون من اكبر حاجة هناخدها اسمها مجرات. اسمها يا شباب؟ مجرات. اسمها مجرات. ايه مجرات دي يا استاذ؟ قال لي المجرات دي هي تجمعات كبيرة من النجوم، يعني نجوم كتيرة جدا، ملايين النجوم مختلفة الاشكال والالوان والاحجام متجمعين في حاجة اسمها مجرة. اسمها ايه يا شباب؟ مجرة. طبعا انتوا عارفين النجوم اللي في السماء صح؟ بتشوف النجوم اللي في السماء. قال لي شايف النجوم دي يا استاذ جنب بعض كده بتعمل شكل اسمه مجرة. بتعمل شكل اسمه ايه؟ مجرة. بتعمل شكل اسمه مجرة. يبقى لما اجي اسألك ايه هي المجرة، تقول لي المجرة هي تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الاحجام والاشكال والالوان. تمام؟ قال لي لان انت بتبص في السماء بتلاقي النجوم الوانها مختلفة، في الاحمر في الابيض في الازرق صح؟ قال لي يا استاذ المجرة الواحدة يا استاذ تحتوي على ملايين من النجوم. طيب يا استاذ انواع المجرات، قال لي خلي بالك المجرات انواع. المجرات ايه يا شباب؟ انواع. قال لي يا استاذ عندي مجرات اسمها مجرات حلزونيه، مجرات بيضاويه، مجرات غير منتظمه. مجرات حلزونيه، مجرات بيضاويه، مجرات غير منتظمه. لما اجي اسالك ايه انواع المجرات، تقول لي ثلاثه يا مستر. انواع المجرات تقول لي ثلاثه يا مستر. مجرات حلزونيه، مجرات بيضاويه، مجرات غير منتظمه. طيب يا استاذ انت بتقول لي المجرات تجمعات كبيره من النجوم صح؟ طب ما احنا عندنا نجم الشمس صح؟ احنا عندنا نجم الشمس. طب نجم الشمس اكيد كده في مجرة. نجم الشمس كده اكيد ايه؟ في مجرة. طب يا استاذ نوع المجرة بتاعتنا احنا، ما نجم الشمس بقى ليه كواكب بتدور حواليه زي كوكب الارض. طيب نوع مجرتنا احنا، قال لي مجرتنا احنا يا استاذ اللي فيها كوكب الارض اسمها من النوع الحلزوني. من النوع الحلزوني. يبقى مجرة كوكب الأرض من النوع يا شباب الحلزوني. مجرة كوكب الأرض من النوع الحلزوني. طب اسمها ايه يا أستاذ؟ قال لي اسمها سكة التبانة أو الضرب اللبني. أنا مش فاهم يعني ايه سكة التبانة يا أستاذ. انتوا عارفين التبن؟ عارفين التبن يا شباب؟ لا انا مش عارفه. ايه التبن ده يا استاذ؟ اقول لك انا، احنا لما بنيجي نزرع قمح، لما بنيجي نزرع قمح اعمل ميوت للصوت يا شباب. ما انت ما تبقاش فاتح الصوت وعمال تكلم اللي جنبك.
اعمل ميوت للصوت لو انت بتكلم اللي جنبك ومش مهتم. تمام؟ اللي هيعمل صوت تاني يا شباب وهو بيكلم اللي جنبه مش مهتم بالحصه يتعمل له ريموف، فانت ركز احسن. فقال لي يا استاذ عندي اسمها سكه التبانه. ايه يا استاذ ايه التبن ده؟ ايه سكه التبانه؟ قال لي انت لما بنيجي نزرع قمح يا شباب، احنا لما بنيجي نزرع قمح قال لي بناخد احنا البذور بتاعت او حبات القمح فبيفضل عندنا قش، صح؟ هو ده التب. هو ده ايه يا شباب؟ التب. هو ده التب. قال لي يا استاذ فمجرتنا اسمها سكه التبانه. ليه يا استاذ سكه التبانه؟ قال لي لانها تشبه التبن المتساقط على الطريق، ان احنا لو كبنا شويه تبن على الطريق كده كانها دي شبه المجره بتاعتنا. يبقى مجرتنا اسمها ايه يا شباب؟ مجرتنا اسمها ايه يا شباب؟ سكه التبانه، تشبه التبن المتساقط في الطريق، تمام؟ او اسمها الضرب اللبني او الضرب اللبني. ايه الضرب اللبني يا استاذ؟ شبه اللبن المسكوب، شبه اللبن المسكوب. يبقى انا ركز معايا، عندنا كام نوع من المجرات؟ ثلاثه، مجره حلزونيه، مجره بيضاويه، مجره غير منتظمه. طب مجرتنا احنا يا استاذ مجره كوكب الارض؟ قال لي مجرتنا من النوع الحلزوني. اسمها ايه يا استاذ؟ اسمها سكه التبانه او الضرب اللبني. سكه التبانه لانها تشبه التبن المتساقط في الطريق، او الضرب اللبني. ليه يا استاذ؟ تشبه اللبن المسكوب. يبقى انا اول حاجه اخدتها المجرات. المجرات هي تجمعات كبيره من النجوم مختلفة الأشكال والأحجام والألوان. المجرة الواحدة بتحتوي على ملايين من النجوم. قلنا المجرة بتاعتنا ثلاث أنواع، مجرة حلزونية، مجرة بيضاوية، مجرة غير منتظم. مجرتنا من النوع الحلزوني. لما أجي أسألك من أي نوع مجرة كوكب الأرض تقول لي من النوع إيه؟ الحلزوني، بالظبط. قال لي طب اسمها ايه يا استاذ مجرتنا؟ قال لي تسمى مجره كوكب الارض بسكه التبانه او الضرب اللبني. طب ليه سكه التبانه؟ لانها تشبه التبن المتساقط في الطريق، او الضرب اللبني لانها تشبه اللبن المسكوب، اللبن المكبوب على الارض. تمام؟ دي اكبر حاجه عندنا في فين؟ في الكون. قال لي بعد كده يا استاذ عندنا النجوم. عندنا ايه يا شباب؟ النجوم. قال لي يا أستاذ النجوم دي أجسام كبيرة الحجم. أجسام إيه يا شباب؟ كبيرة الحجم، مضيئة، مضيئة، ملتهبة، متوهجة، بتشع ضوء وحرارة. يبقى أنا عندي النجوم، النجوم أجسام كبيرة الحجم زي نجم الشمس. بس يا أستاذ نجم الشمس بيبان في السماء إنه صغير. لا ده مش صغير، ده قد كوكب الارض مليون مره. تمام؟ يعني ضخم جدا، ولكن عشان بعد المسافه فاحنا بنفتكره صغير. زي مثلا انت لما بتيجي تقف كده فوق سطح بيتكم او في البلكونه بتاعتك وبتبص على العماره اللي بعيده عنك تحس انها صغير، اصبعك كده كانه اكبر منها، صح؟ ليه يا استاذ؟ بسبب بعد المسافه. بسبب ايه يا شباب؟ بعد المسافه. فقال لي يا أستاذ النجوم أجسام كبيرة الحجم مضيئة، تمام، بتشع ضوء وحرارة. يبقى إيه الأجسام اللي بتشع ضوء وحرارة؟ النجوم تشع ضوء وحرارة. أهم حاجة تشع ضوء وحرارة. ليه يا أستاذ؟ لأن نجم الشمس من ضمن النجوم. نجم الشمس، نجم الشمس هو المصدر الأول للحرارة والضوء على كوكب الأرض، صح؟ يعني أنا يا أستاذ لو ما عنديش، لو ما الشمس دي ما بتطلعش مش هيبقى عندي لا ضوء ولا حرارة، صح؟ قال لي كمان يا أستاذ ده مش هيبقى في حياة على كوكب الأرض. يجي واحد تاني يقول لي يا أستاذ ما الضوء بنجيبه من الكهرباء، صح؟ إزاي مش هيبقى في حياة والحرارة بنجيبها من النار، صح؟ يبقى ازاي يا استاذ ما عنديش حياه؟ اقول لك لا،
طب مش انت خدت في العلوم ان النباتات بتعمل عملية بناء ضوئي من الشمس؟ ما هو معنى كده يا استاذ من غير شمس مش هيبقى في عملية بناء ضوئي، مش هيبقى في نباتات، فمش هنلاقي حاجة نتغذى عليها ومش هنلاقي اكسجين، صح؟ هتقول لي يا استاذ طب ما نتغذى على الحيوان، ما احنا بناكل لحوم، طب ما الحيوان ده بيتغذى على النبات، ما هو لو ما لقاش نبات هيموت، فمش هنلاقي حيوان برضه، صح؟ اذا يا استاذ يبقى الشمس هي مصدر الحياة على كوكب الارض، صح؟ يبقى الشمس هي مصدر الحياة على كوكب الارض. قال لي خد بالك. طب يا استاذ النجوم دي بتتكون زي الارض كده، يعني من مواد صلبة، حاجات صلبة ماشيين عليها؟ قال لي لا دي النجوم دي حاجات غازات في بعض مشتعلة، غازات كتيرة في بعض كده مشتعلة، تمام؟ يبقى تتكون النجوم من مواد غازية. النجوم من مواد ايه؟ غازية. قال لي تختلف ألوانها على حسب درجة حرارتها. ركزوا معايا بقى. أكثر النجوم حرارة لونها أزرق، الأقل حرارة لونها أحمر. إيه ده يا أستاذ؟ الأحمر هو أقل حرارة؟ إحنا عارفين إن النار لما تبقى حمراء هي اللي أعلى حرارة. لا، أنت لو جيت ولعت البوتاجاز عندك فترة من الزمن وسبته هتلاقي إن النار اتحولت من الأحمر للأزرق، صح؟ فإذا النجوم اللي لونها أزرق هي الأشد حرارة، هي الأقوى في الحرارة، تمام؟ هي أكثرها حرارة، أقلها حرارة لونها أحمر. يبقى أنا لما أجي أسألك وأقول لك النجم الأشد حرارة لونه إيه؟ بالظبط، الأقوى حرارة لونه أزرق، الأقل حرارة لونه أحمر، تمام؟ طيب مجرتنا من النوع إيه؟ اسم مجرتنا إيه؟ ممتازين، سكة التبانة أو الضرب اللبني. كام نوع من المجرات عندنا؟ تلاتة، حلزونية غير منتظم. الله ينور. طيب يبقى أنواع المجرات عندي ثلاثة، حلزونية بيضاوية غير منتظمة. نوع مجرتنا من النوع الحلزوني، اسمها سكة التبانة أو الضرب اللبني. ليه يا أستاذ سكة التبانة؟ بما تفسر تسمى مجرتنا بسكة التبانة. طيب لما اشرح انا يا شباب انا بقول بالكلام واضح للناس اللي مش عارفه، لما اجي اسالك انت ترد، لما اجي اشرح فانا بشرح بوضوح علشان الناس تفهم، تمام؟ فما ترددش معايا غير لما اقول لك ردد معايا. سكه التبانه لانها تشبه التبن المتساقط على الطريق، او الضرب اللبني يا استاذ لانها تشبه اللبن المسكوب. قلنا النجوم هي اجسام كبيره الحجم، النجوم مالها؟ اجسام كبيره الحجم مضيئة متوهجة تشع ضوء وحرارة. هيجي يقول لك ايه مصدر الضوء والحرارة على الارض؟ هتقول له النجم. مصدر الضوء والحرارة على الارض هتقول له ايه؟ النجم، تمام؟ او الشمس، نجم الشمس. قال لي تتكون النجوم من مواد غازية، قال لي يا استاذ تختلف الوانها حسب درجة حرارتها، أكثرها حرارة لونها أزرق، أقلها حرارة لونها أحمر. قال لي من أمثلتها الشمس، هي أقرب النجوم لكوكب الأرض، تمام؟ قال لي بعد كده يا أستاذ، طبعًا يا شباب المذكرة الكتاب ده أنا نزلت الكتاب الجديد، الحصة الجاية هيبقى نازل كتاب 2024، تمام؟ جبته ونازل معاه. انا هنزله للكل، ده انا هبعته للكل. قال لي بعد كده يا استاذ انا عندي حاجه اسمها الكواكب. عندي يا شباب الكواكب. قال لي مالها الكواكب دي يا استاذ؟ قال لي اجسام صغيره نسبيا. اجسام يا شباب
صغيرة تمام من النجوم، أصغر من النجوم، لا تشع ضوء ولا حرارة، لا تشع ضوء ولا حرارة، يعني الكوكب لا بيشع ضوء ولا حرارة. قال لي بعد كده يا أستاذ تدور الكواكب حول النجوم بفعل الجاذبية، تدور الكواكب حول النجوم بفعل الجاذبية. ركز معايا في اللي أنا بقوله، شايفين؟ شايفين الصورة اللي قصادنا دي؟ ده نجم الشمس، ده إيه يا شباب؟ قال لي يا أستاذ الكواكب أهي بتدور حوالين نجم الشمس، الكواكب بتدور حوالين نجم الشمس علشان النجم ده بيجذب الكواكب ليه، فبيدور الكوكب ده حوالين النجم. ايه ده يا استاذ؟ يبقى كل نجم بيدور حواليه كواكب. طب كم كوكب يا استاذ؟ لا مش عارفين، مش عارفين النجوم، احنا نعرف نجم الشمس بس بيدور حواليه 8 كواكب، اما باقي النجوم ما نعرفش بيدور حواليها قد ايه وكم كوكب لانها بعيده جدا عننا. يا استاذ ده انت قلت لي ان الكون، ان المجرة الواحدة فيها ملايين من النجوم، صح؟ معنى كده ان النجوم دي بيدور حواليها مليارات من الكواكب، صح؟ يعني يا استاذ احنا ممكن نلاقي حياة تاني على كوكب او على نجم او على مكان تاني غير الارض؟ الله اعلم. ليه يا استاذ؟ لان احنا ما وصلناش للحاجات دي. لا لان احنا ما وصلناش للحاجات دي يا شباب، ما وصلناش ليها، تمام؟ فما نعرفش بقى في حياه تانية او ما فيش حياه تانية. طب يا استاذ انا عارف ان انت بتسال نفسك يا استاذ ده انت قلنا الجنه والنار، هي في جنه تشيل كل عدد البشر ده؟ في، بقول لك احنا عندنا مليارات من الكواكب، صح؟ ده كون فسيح جدا وكبير جدا ما نعرفش نجيب اخره، تمام؟ لا اقلها حراره عشان لونها احمر، تمام؟ اقلها حراره وكمان متوسطه الحجم، مش كبيره الحجم، متوسطه الحجم. طب يا استاذ، طيب تسال نفسك برضو يا استاذ هو مين اللي بيقدر يمشي الكون ده كله؟ اكيد ليه خالق، صح؟ أكيد في خالق خلق الكون ده، هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي قادر يسيطر على الكون ده كله، هو اللي قادر يخلق النجوم دي كلها بكبر حجمها الرهيب، وكمان إنها تدور في مسارات محددة، وإن الكواكب ما تخبطش في بعضها، فطبعًا أكيد ده كون منظم ليه نظام، وأكيد اللي منظم الكون ده هو خالق للكون سبحانه وتعالى، تمام؟ فقال لي يا أستاذ تدور الكواكب حول النجوم، تدور الكواكب بتدور حول النجوم بفعل إيه؟ الجاذبية، في مسارات محددة، تمام؟ قال لي من أمثلتها كوكب الأرض، ده بيستمد الضوء والحرارة منين؟ الله ينور، من نجم الشمس. قال لي خد بالك بعض الكواكب تتكون من مواد صخرية زي الأرض، بعض الكواكب مالها؟ تتكون من مواد صخرية زي الأرض. قال لي وبعضها تتكون من مواد غازية، يعني كواكب بتتكون من مواد صخرية زي الأرض كده، وفي كواكب بتتكون من مواد غازية. قال لي بعد كده يا أستاذ بعد كده عندي الأرض. قال لي يا أستاذ طيب عندنا الأقمار بقى، عندنا إيه؟ الأقمار يا أستاذ. اتفضل، اللي عايز يسأل اتفضل اتفضل. يا مستر الصورة مش واضحة، مش واضحة. انا عارف ان الصورة دي مش واضحة، ما انا لسه قلت قبل ما احط الصورة دي ان في الكتاب الجديد نزل وده هنزله على طول، تمام؟ فقال لي يا استاذ نعم مستر اتفضل. هو الكتاب القديم؟ الكتاب القديم نعم. هو الكتاب القديم؟ عادي، بس انا كده كده هنزل لك الجديد، يعني كده كده هنزل لكم الجديد يا شباب. هو عادي الكتاب اللي معاه 23 شغال عادي، تمام؟ نكمل.
قال لي الأقمار يا أستاذ. الأقمار قال لي أجسام مضيئة. أجسام مضيئة. مضيئة. تمام. قال لي يا أستاذ أقل من أقصر أقل من الكواكب. أقل من الكواكب. ثانية واحدة. حد بيعمل ريكورد. تعملش ريكورد او يا تعمل ريكورد. تمام. ايه بقى عندي بعد كده؟ الكواكب. ركزوا معايا، احنا اخدنا الكواكب اجسام معتمة صغيرة نسبيا من النجوم، لا تشع ضوء ولا حرارة، ولكن تستمد الضوء من اقرب نجم ليها زي كوكب الارض بيستمد الضوء من كوكب الشمس. قلنا تدور الكواكب حول النجوم بفعل الجاذبية. تدور الكواكب حول النجوم بفعل الجاذبية. تمام. من امثلتها يا استاذ قلنا كوكب الارض ده بيمد الضوء والحرارة من الشمس. قال لي الكواكب بعضها من مواد صخرية والبعض الاخر من مواد غازية. قال لي بعد كده يا استاذ الاقمار، ركز معايا الاقمار، قال لي اجسام معتمة. أجسام معتمة زيها زي الكواكب، ولكن يبدو لنا القمر مضيء. يبدو لنا القمر مضيء ليه يا أستاذ؟ قال لي لأن بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. يبقى الأقمار أجسام معتمة ولكن يبدو القمر مضيء. بما تفسر يبدو القمر مضيء؟ لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. قال لي خلي بالك الأقمار دي بتدور حوالين الكواكب بفعل الجاذبية. يبقى ركز صح وغلط. ثانية حاضر ثانية هرد عليك. ثانية لما أجي أسألك وأقول لك الأقمار تدور حول الشمس بفعل الجاذبية صح ولا غلط؟ صح. غلط طبعا. غلط طبعا. غلط طبعا. الأقمار تدور حول الكواكب. ماشي؟ الأقمار تدور حول يا شباب؟ الكواكب. طب يا استاذ لما يجي يقول لك الكواكب تدور حول الشمس بفعل الجاذبيه صح؟ صح. يبقى الكواكب بتدور حول الشمس او حول النجم. لما يجي يقول لي طب الاقمار تدور حول الكوكب بفعل الجاذبيه صح؟ تمام. زي ما قلنا يا شباب يبدو لنا القمر مضيء على الرغم من انه جسم معتم لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. طيب اكمل المخطط التالي. اللي هيعرف يعمل ريز هاند. اللي يعرف يعمل ريز هاند. نقول بسم الله. جنى اتفضلي يا جنى. جنى بهاء. المجرات تتكون من ملايين بالظبط مثل الشمس. ممتازة الله ينور يا جنى. اللي بعده مريم موسى. اتفضل يا مريم. تدور حولها مثل الكوكب الأرضي. مثل كوكب الارض. يا عبد الله اقفل اعمل ميوت للصوت يا عبد الله مش هقول لك تاني. اللي بعده الله ينور يا مريم. نور هشام. اتفضل. تدور حولها الاقمار. تدور حولها الاقمار الله ينور. من انواع المجرات موسى. معايا موسى؟ طب بدر؟ اتفضل. من انواع المجرات. المجرة الحلزونية والضوئية ومجرات الغنطة. بالظبط. المجرة الحلزونية مثل مجرتنا. تمام الله ينور. اكتب ما تشير اليه كل عبارة من العبارات الاتية. براء. براء.
احد الظواهر الكونيه وتحتوي على ملايين من النجوم. سمعني يا براء او سمعني؟ الصوت عندك مش واضح او مش واضح. عبد الرحمن حسام، عبد الرحمن اتفضل. عبد الرحمن احد الظواهر الكونيه وتحتوي على ملايين من النجوم. الله ينور، الله ينور يا برانتو. عبد الرحمن، سارة، سارة اتفضلي. السؤال رقم 2، اكتب ما تشير اليه كل عبارة. اجسام فضائية. خلاص يا برا، ملك، خلاص اعمل ميوت يا براء. خلاص اتفضلي يا ملك. اجسام فضائية تشع ضوء وحرارة وتختلف الوانها على حسب درجة حرارتها النجوم. الله ينور. السؤال اللي بعده ريناد، ريناد طيب فوزية. نعم يا مستر. اتفضلي. رقم 3، أجسام معتمة أصغر حجما من النجوم. أجسام معتمة أصغر حجما من النجوم الكواكب. بالظبط، أجسام معتمة أصغر حجما من النجوم وتدور حولها في مسارات محددة الكواكب. ممتازة. السؤال اللي بعده سيف، معايا سيف؟ محمد عمر معاك يا مستر. اتفضل يا محمد. جسم فضاء يتبع الكوكب الذي يدور حوله. ممتاز. القمر. ثوب ما تحته خط حبيبة. ايوه يا مستر. مجرتنا من النوع، اتفضل. مجرتنا من النوع غير منظم. غلط، من النوع من النوع الحلزوني. مجراتنا من النوع الغير الغير منتظم، من الغير المنتظم. مجراتنا من النوع، من النوع يا حبيبة؟ قلنا مجرتنا من النوع ايه؟ من النوع الحلزوني. تمام. اللي بعده هلا او حلا، حلا طب ريناد. نعم اتفضلي. يعكس الكوكب ضوء الشمس الساقط عليه. القمر يعكس القمر. ممتازة. يعكس القمر ضوء الشمس الساقط عليه. جانا بهاء، اتفضل يا جانا. النجم اتفضل. حرارة لونه أزرق. الله ينور. لونه أزرق. ممتازة. اللي بعده خالد. نعم اتفضل يا خالد. رقم 4، تدور الكواكب حول أقرب نجم لها في مسارات شكل، في مسارات بنقول عليها مسارات بيضاوية. تمام. مسارات ايه يا شباب؟ بيضاوية. ممتاز. بيضاوية. الله ينور. مين اللي بيسأل؟
فاطمة اتفضلي يا زهراء، انت كان الدور عليك على فكرة، اتفضلي. اطلق على مجرة ضرب اللبن. ممتازة. طيب عايزين حد شاطر يقول لي ايه الفرق، حدد اوجه الشبه بين الاقمار والكواكب، ايه الشبه في الاقمار والكواكب؟ انا طب ما كنا عملنا رزهند احسن. ايه الاتنين؟ تمام اتفضل. اتفضل. بدر ولد ولا بنت؟ طيب لان بيطلق على الاثنين. تمام اتفضل يا بدر، بس الاولاد اكتر شويه. الاقمار والكواكب كلاهما اجسام بالظبط، ويدور في مسارات، صح، ويدور في مسارات محدده، بس الاقمار بتدور حوالين الكواكب، اما الكواكب بتدور حوالين النجم. طيب عندنا بعد كده حاجة تانية يا شباب اسمها السدم. اسمها ايه يا شباب؟ السدم. ايه يا استاذ السدم؟ قال لي خلي بالك، قال لي خلي بالك يا استاذ، النجوم، النجوم عامة لها عمر. لها ايه يا شباب؟ لها عمر. طب يا استاذ عمر النجوم دي زي عمر البشر كده؟ قال لي لا لا، عمر البشر ده بيبقى 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، 10000 سنة، لكن النجوم بيبقى عمرها ملايين السنين. النجوم مالها يا شباب؟ عمرها قد ايه؟ ملايين السنين. قال لي فبيجي في وقت من الاوقات الغازات دي اللي في النجم بتفضل تاكل في نفسها لحد ما النجم ينفجر. لحد ما النجم يحصل له يا شباب انفجار، ينفجر. طب ينفجر بيكون ايه يا استاذ؟ قال لي الانفجار بتاعه بيكون سدم. الانفجار بيكون سدم، يبقى السدم ده هي مجموعة هائلة من الأجسام الغازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. لما بينفجر بتبقى شبه الغبار في السماء. تبقى شبه ايه؟ الغبار. ايه الغبار ده يا استاذ؟ اللي هو شبه التراب الابيض في السماء. طب سببها ايه السدم؟ ايه سبب السدم؟ نتيجة انفجار نجوم، صح؟ يبقى السدم ده نتيجة انفجار يا شباب النجوم. يبقى عند السدم مجموعة هائلة من الأجسام الغازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار، تنشأ السدم في غالبيتها نتيجة انفجار النجوم. نجم انفجر فبيكون سدم. نجم انفجر بيكون يا شباب سدم. سدم ده مجموعة من الغبار في السماء. مجموعة من الغبار فين؟ في السماء، فبيقال عليه السدم. خد بالك احنا اخدنا ايه لحد دلوقتي؟ اخدنا المجرات